حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تشاركونا على الأرقام التالية، عندكم الرقمين الاثنين إذا شوفوها هنا مخصصة إلى داخل العراق من زاخو إلى الفاو، تقدرون تتصلون بنا على أي رقم من هاي الرقمين إذا تشوفوها أمامكم هسه. أما الرقمين ذني اللي راح يطلعن هنا ذني مخصصة إلى دول الخارج، فعندكم ذني رقمين إلى دول الخارج إضافة إلى رقمين إلى دول الداخل إلى العراق من الداخل، فعندكم 4 أرقام للاتصال تقدرون تتصلون بها بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم. أما هذا الرقم، هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب غير مخصص للاتصال. دا لاحظ لحد الآن أكو ناس تحاول تتصل على هذا الرقم، أخوي العزيز، أختي العزيزة، أمي، أبويا، من تدقون على هذا الرقم ما يبين يمي، فما راح أقدر أستقبل اتصالكم على رقم الواتساب. عندكم 4 أرقام أخرى تقدرون تتصلون بينا على أي رقم من ذنيج الأرقام، رقمين للداخل ورقمين للخارج، أي لحظة تقدرون تشرفونا ونسمع رأيكم. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية، نفوق أو موت كميات كبيرة من الأسماك نتيجة الملوحة، الملوحة أو خطر الملوحة اللي دا يصعد من البحر إلى أنهر العراق. هاي بأهوار البصرة، الفيديو اللي طلع قبل شوية السمك الميت هذا، هاي بأهوار البصرة. الإشكالية هنا يطلعون السياسيين، يعني مثلا برهم صالح يطلع بتصريح يوم السبت يقول أنه مشكلة الملوحة باتت تتهدد القدرة الزراعية لـ 54% من مساحة البلاد. قرت عينك، 54%، لا تنسون أنه العراق بصحراء، فأنت لما تحكي على 54% من مساحة العراق أنت أكيد تحكي عن المناطق الزراعية، فالـ 54% إذا ناخذها نسبة وتناسب من مساحة العراق إلى المساحة الزراعية راح تلقوها تقريبا 75%. ويدعو إلى تأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين وإلى حوار صريح مع دول الجوار لإنهاء أزمة شح المياه في البلاد. أتمنى واحد يوصل هالرسالة لبرهم صالح ويقول له كلام الإعلامي هذا قبل الانتخابات ما يفيد الشعب العراقي. مفروض اكو اتفاقيات للدول المتشاطئه، المفروض تفعل، المفروض انه اكو اتفاقيات دوليه على حصص العراق المائيه ايضا المفروض تفعل، ويدافع برهم صالح او مصطفى الكاظمي كونهم رئيس جمهوريه العراق ورئيس وزراء العراق عن حصص العراق المائيه ووصول هذه الحصص. غير هيك لما تقول لي أني أفكر بمشروع وطني لإنعاش وادي الرافدين من 2003 لليوم، إحنا يعني الشعب العراقي يسمع هذا الكلام، يسمع أنه أكو مشاريع لإنعاش العراق، يسمع أنه أكو مشاريع اقتصادية، يسمع أنه أكو استثمار، بس وين الفعل؟ لحد الآن ما أكو. أول اتصال سعد من الكويت، حياك الله. حياك الله الدوم يا النسبة الغالي. أستاذي بالنسبة لقناة الرافدين هي قناة النشامة يا أستاذ، وهي الله. مجرد توصيل رأي مباح دستوريا للمواطن والوطن، وكذلك يا أستاذي نتمنى توفير عمل ولو بنصف راتب كي يعيش الإنسان بكرامة وإنسانية، وتوفير عمل للعاطلين عن العمل ولو بنصف راتب، وكذلك أيضا ارحموا الكائنات الحية من بهائم وطيور وبهائم وأسماك في البحر. أيضا يا أستاذي كي تستقر الحياة وتكسبوا أجر وثواب دنيا وآخرة، تحياتي لكل البرنامج الراقي وشكرا لك. حياك حياك الله أخويا سعد، وشكرا جزيلا لك. واجب قناة الرافدين اتجاه شعبها العراقي أن تكون على كمية عالية من المصداقية حتى توفر المعلومات إلى المواطن العراقي، وهذا واجبنا، لا شكر على واجب. أبو علي من المدائن، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا.
الله يخليك، احييك واحيي الإذاعة المجاهدة الكريمة البطلة. حياك الله يا غالي. صوت الحق، صوت الشعب، صوت المظلومين، صوت الفقراء، ضد الفاسدين والعملاء الى ايران واتباع ايران الذيول دول النكسين. نعم استاذ رفل. نعم والله يا استاذ رفل، ذولا ياتي يوما ليتحاسبون من الكبير الى الصغير. نعم باعوا الوطن، دمروا اقتصاد البلد، دمروا الزراعه، يعني بلاء الله فتح عليه، يعني ما اعرف كيف ذولا يعني ما اقول لك، اذا مو الشعب من الشمال للجنوب والله يطمرون بلدك. وين شيوخ العشاير؟ علماء الدين وين؟ المشاعرية وين؟ الخيرين الطيبين اللي جاي يشوفون هذا البلد ينسرق وذبح وكتل واغتيالات ومخدرات، وين شيوخ العشاير؟ اليوم دور كبير شيوخ العشاير هذا الموقف الصعب. تأثير. نعم. والله تحمل المسؤولية شيوخ العشاير إذا ما يضلوا الفاسدين العملاء، والله هذا الشعب قرأ عليه السلامة. نعم وأنا أشكركم وأشكر الإذاعة الكريمة المجاهدة وحيك الشعب العربي. شكرا لك أبو علي. برام صالح بالكلمة اللي قالها يقول انه اصبحت درجات الحراره العاليه اكثر شيوعا والجفاف اشد حده والعواصف الترابيه اكثر تواترا، ومضيفا يؤثر التصحر ب 39% من مساحه العراق و 54% من اراضينا معرضه لمخاطر فقدانها زراعيا بسبب التملح او الملوحه. يعني بالنسبه الى التغيرات المناخيه كل دول العالم تعاني من التغيرات المناخيه، لكن حكومات هذا تسوي أو تأدي دورها اللي تقدر له بحيث أنه تقلل من هذه التغيرات المناخية فيما يخص المواطن. أما التصحر والعواصف الترابية حلها بسيط وقديم وكل العالم تعرفه، ومن كنا احنا صغار كنا ندرسها بالمدارس، اللي هو الحزام الأخضر، بناء حزام حول المدن من الأشجار بحيث أنه تمنع العواصف الترابية من الدخول إلى المدن، و يعني تمد المدن بأكسجين عالي، وأيضا تخفف من حدة التصحر اللي يدخل إلى المدن والجفاف. لكن اللي دا يصير اليوم بالعراق أكو تجريف للبساتين، والدليل إنتاج التمور العراقية وين؟ إنتاج ديالة من الحمضيات وين؟ إنتاج المشخاب من تمن العنبر مثلا وين؟ الأهوار المهددة بالجفاف إنتاجها إن كان زراعيا وإن كان حيوانيا وين؟ لما تطلع أستاذ برهم صالح وتحكي لنا عن التصحر والنسب اللي انت ذاكرها، يعني التصحر يؤثر على 40% من مساحة العراق، 4-5 محافظات مثلا، ومن تحكي لأنه يؤثر زراعيا على 54% من مساحة العراق زراعيا، جقيت 9 محافظات مثلا. أنا السؤال هنا بس، يعني هم من يطلعون ويسوون تقارير ويكتبون ويطلع بالتلفزيون ومؤتمر صحفي وواقف ولابس قاطة ورباطة ويقعد يحكي قدام العالم ويذكر هذه النسب، زين اذكر لنا الحل ونفذه. ابو عباس من البصرة. الو والله يساعدك. ويساعدك يا غالي. شلونك ويا؟ ومن الحمد لله، انت شلونك؟ حياك الله. تحيه ودوم، تفضل يا غالي. اوضاع البصره تعبانه، الماي مالح، الكهرباء ماكو، اليوم كله كهرباء ماكو، اليوم من الساعه 8 للساعه 9 يلا اجت كهرباء. من الثمانيه للتسعه؟ اي والله، الصبح من الصبح من الساعه 8 يعني 13 ساعه. 8 13 ساعه شوي نسوي احنا غباء بسيط. نعم اي والله. والاسم الماي مالح، يعني حيواننا بعنا، حلالنا زراعه عندنا بستان، تونا زرعين الجدي وهذا كله راح.
ايوه اخوي ابو عباس، درجة الحرارة بقضاء ابو الخصيب تقريبا اليوم ايش قد؟ اليوم تقريبا 51 50 51 52. نعم ايوه نعم. العالم شلون مدبرتها؟ والله العالم كلها تعبانه، كلها يعني ضايقه من هذا، من هذه الحكومه كلها ضايقه العالم. يقول لك ذاك الوقت كلنا يحشون على ذاك الوقت، يقولون ايام التسعينات والله العظيم احسن من هذه الايام السوداء، هاي الايام التعسه هاي. زين ابو عباس، ذكرت لي واقع الكهرباء، المي شنو وضعه؟ الماي مالح، الماي مالح. احنا جايبينها بدوري ماي مالح. مالح يعني ماي بحر، ماي بحر من البحر قبل يومكم؟ ماي بحر، ماي بحر اقول لك. زين؟ يعني ماي شط، ماي شط العرب كله كله تلوث وكله راح انتهى من شط العرب. وضعه اي والله ساعدني خطيه طلع لي حفر، حفر يعني جاي اودي يومي بين يوم وترك 20 طن مال عصاره، عصاره مال دهن. اي والله. نعم. يعني والله اقول لك حكومه ما جاي يسوي، كل شيء ما جاي يسوي. زين؟ لا صحه، لا زراعه، لا يعني ما يبي خير، لا كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. انا يفكرون بروحهم. شنو شربت؟ شنو ايران؟ شنو ايران؟ شنو امريكا؟ شنو هاي هاي شغله هم. ولا عودك يفكرون بالشعب، شنو كذا، شنو شراب؟ ابد ما لهم شغله. نعم نعم. شكرا 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 لك ابو عباس. نور من صلاح الدين، تفضلي اختي. انقطع الاتصال يا نور، اتمنى ترجع لنا حتى نسمع رايها. يعني ابو عباس، يعني معروفه محافظه البصره هي اكثر محافظات العراق ارتفاعا في درجات الحراره كونها اقرب من باقي المحافظات العراقيه الى خط الاستواء، لكن يتزامن هذا ويا انقطاع مدته 13 ساعة، الأكل بالثلاجة راح يخرب والناس راح تموت من الحر، وغير هيك المي مالح، لعد محطات تحلية المياه شنو شغلها؟ هيك العراق ما بي ولا محطة يعني قبل من الشط للعالم، علما انه شط العرب المفروض المي بي حلو المفروض، بس بسبب نقص مناسيب المياه بالعراق وشح المياه وارتداد مياه الخليج العربي على شط العرب ليتحول شط العرب إلى مي مالح. عندنا اتصال أبو حسن من البصرة، حياك الله يا أبو حسن. أبو حسن انقطع الاتصال يا أبو حسن، أتمنى يرجع لنا حتى نسمع رأيه بالموضوع. الحلو ايضا ببرهم صالح من يطلع ويقول انه البلاد تواجه عجز مائي قدره او يتجاوز 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2035. يعني هو فكر بال 2035 ايش قد راح يصير العجز المائي اللي يصير بالعراق، بس ما فكر بال 2035 شلون يحل هذا الموضوع. ابو حسن من البصره حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. ممكن تحولنا على البرنامج؟ انت على الهواء مباشرة اخوي. اه حياكم الله، الله يسلمك. بخصوص الماء المالح احنا شمال عليك. السلام عليكم. وياك وياك اخوي، تفضل. الله يعزك، احنا اخوي من محافظة البصرة، شمال المحافظة. اي والنعم منك ومن اهالي البصرة كلهم. بس اخوي ابو حسن نصيلي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون افضل. نعم. السلام عليكم. وياك اخوي، تفضل. بخصوص الماء، احنا شمال محافظة البصرة هنا نعاني من الماء المالح، يعني ايه. المحافظ شنو هو المحافظ؟ مجلس محافظة البصرة، يعني هسه جاي انتخابات وهسه جاي يروجون مناطقنا هنا بشمال المحافظة. ايه. ايه يروجون على انتخابات، يعني انتم صار لكم 18 سنة تحكمون البلاد، صح لو لا؟ وما مصرين لا ماء ولا كهرباء، يعني اصلا شيء هاي صح لو لا؟ نعم. اي يعني انتم وين تتصلون بالبلد؟ بالبلد وين جاي تتصلون؟ بهاي
حقكم يعني سياستكم الفاشله، يعني رغم انه انا ترى شيعي ابن شيعي ما سموه ما تحكمنا بالطائفيه، يعني جاي على مناطقنا محافظه البصره خاصه، يعني انا بالمحافظه اشرب ماي مالح، يعني جاي اشتري والله العظيم جاي اشتري ماي ارو من الشارع. نعم. نعم نعم. شكرا 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 لك ابو حسن. هاي مناشدة من احد مواطني مدينة البصرة الى الحكومة المحلية والحكومة المركزية حتى بلكي تشتغلون للشعب العراقي. بس ارجع واسال نفس السؤال، العراق ما بي محطات تحلية مياه بحيث يوصل المي للمواطن العراقي مالح، يوصل المي للمواطن العراقي طين، يوصل المي للمواطن العراقي غير صالح للاستخدام البشري اذا يشربه يتسمم، يوصل المي للمواطن العراقي اذا يشعل على جداحه يشتعل. كافي طب واحد للبرنامج يقول ترى ما دا يشتعل هسه، لا اكو فيديوهات اشتعل قبل. يوصل المي للمواطن العراقي حشرات بالمي. هيك العراق فقير، زين شلون كان عايش قبل؟ هم كان يستورد مي؟ الشعب العراقي كله كان يشربه من البوري. بالحدائق الصوندات ترش الحديقة وتغسل بها سيارة وتغسل بها الشارع وتشرب منه. وأمهاتنا كانت تطبخ بيه. هم مرجع وأكرر وأعيد نفس السؤال، ما عدنا محطات تنقية ومحطات تحلية؟ لا عدنا. زين ليش ما دا تشتغل؟ وأنا ما غثتني غير بس حكايته ب 2035 العجز المائي راح يكون 10 مليارات متر مكعب. زين أنت بدال ما تفكر لي بال 2035 ايش قد العجز مالتك، هاي إذا أنت بقيت، يعني أنت احنا 2021 14 سنة، إذا هسه صارت انتخابات اكو 3 انتخابات جاية إذا بقيتوا طبعا. ما تفكر بحل؟ ما تفكر شلون تنقذ الشعب العراقي وتنقذ العراق من الأزمة اللي هو بيها؟ مواطن قاعد بدرجة حرارة نصف الغليان 50 و51 وما عنده كهرباء 13 ساعة، ما تفكر شلون الحل انه توصل له كهرباء؟ ما تفكر بحلول انه تبني مدارس للطلاب حتى الطلاب ترتاح بمدارسها حتى تتلقى التعليم بأفضل مؤسسات؟ ما تفكر بتحسين الواقع الصحي، الواقع الخدمي، الواقع الصناعي، الواقع الزراعي، الواقع التجاري؟ طبعا الواقع الزراعي والصناعي والتجاري هم يعتمد على المي، اكثر اعتمادا على المي هي الزراعة، يعني الفلاح ما يقدر يزرع اذا ما يسقي، واذا ماكو مي راح تجف المزرعة، واذا جفت المزرعة يقول لك انا ما اقدر اعيش، يطلع يروح لغير مكان يدور لغير مهنة. بينما اكو محاصيل زراعيه كثيره كان العراق مرتاح بيها وعنده اكتفاء ذاتي بيها، مثلا الحمضيات، التمور، التمن. وسام من بغداد حياك الله يا وسام. الله يساعدك استاذ قلبي. ويساعدك يا غالي. دول قلبك هاي جماعتنا شو على مود الانتخابات؟ شو يحكون بالانتخابات؟ يحكون بالانتخابات شو؟ ما الرعاية وما الرعاية شو لا قدم لا فتحوا رعاية لا فتحوا تعيينات لا فتحوا شيء تسافر. نعم. نعم أخوي وسام. إيه فإحنا شنو إحنا حاجة الدفاع صار لنا من 2014 ل 2021. نعم. لحد 2021 صار لنا 7 سنوات وصار تقريبا من الشهر السادس من 10/6 فحصنا ولحد هاي اللحظه شو قال واحد ثاني كل شيء ماكو. نعم. اي يعني نريد حل، احنا لا رعايه طالعه لا تعيين موجود. نعم. اي نعم نعم. شكرا 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 لك اخويا وسام. بالنسبه الى قضيه التصحر
القضية اللي طرحها أخويا وسام اللي هي الرعاية والتعيينات وغيرها من الأمور الكثيرة. الشعب العراقي تعود على السياسيين أنه يطلقون الوعود في حال وجود الانتخابات طبعا في الحملات الانتخابية، فشفنا النواب وشفنا حملاتهم الترشيحية، أكو حملات انتخابية صارت بيها معارك وسلاح ورشاشات ومسدسات وبوكسات وبالكراسي، وأكو من وعد أنه راح يقدم وظائف ويرفع المستوى ويرفع الخدمات والرواتب وغيرها، وأكو من اكتفى أن يوزع له وجبة أكل أو كيلو بوتيتا. أو أبو حسن من البصرة رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هسه ويانا على الهواء مباشر؟ اي اخوي على الهواء. اي عندنا مناشدة المحافظ البصرة سعد العيداني. اي. اي عن المي المالح. نعم. قول مناشدتك حبيبي. نعم نعم وياك، مناشدة المحافظ البصرة سعد العيداني. اي. جاي نعاني من المي المالح، المالح شمال محافظة البصرة وتحديدا قضاء المدينة ناحية الإمام الصادق، نص العبارة. نعم. بني منصور عندنا مي مالح وعندنا نوابي يمثلون مجلس النواب على أساس أنه بس كل شيء ما موفرينه، الله شاهد هذا مي مالح جاي نشتري مسترة والأمراض كتلتنا، وهاي مناشدتي عبر قناة الرافدين قناة كل العراقيين، أشرف قناة تمثل العراقيين هي الرافدين. أنا جاي أتابعها كمواطن بصري. والنعم منك ومن أهالي البصرة. والله العلي العظيم يعني جاي أتابعها وكل برامجها أتابعها، هي قناة العراقيين وهي اللي تطلع كل معاناة العراقيين اللي جاي يعانونها طيلة أيام الحكم الإسلامي اللي يسموه هم. نعم نعم. نعم. بعد كافي المواطن العراقي يعني طقت روحه، كافي حكمتوا 18 سنه ما قدمتوا لنا اي شيء، كافيكم اذا ما تديرون البلد طلعوا، قولوا ما نقدر خلوا واحد يحكم البلد غيركم، كافي ما يريدكم يا اخي، ما يريدكم سايم الله ومحمد وعلي عليكم، كفونا شركم مثل ما جيتوا على الدبابات الامريكيه تطلعون غصبا عليكم، اذا ما طلعتوا بالقوه نطلعكم بالقوه. نعم نعم. اي شكرا شكرا لك ابو حسن، وصلت مناشدتك ان شاء الله. اكو رسم بياني للملوحه والتصحر والجفاف وخطر على العراق، خطر ذني الاسباب الثلاثه. يقول المياه الوارده الى العراق من دول المنبع، احنا عندنا نهرين دجله والفرات. دجله والفرات لها منابع من دولتين، المنبع الرئيسي لدجلة والفرات هو من تركيا معروف، لكن أكو منابع فرعية أيضا من إيران تغذي نهر دجلة اللي يعتبر نهري دجلة والفرات مسيرهم الأطول، أو المسافة اللي يجري بها النهر أكثر مسافة هي بالعراق. إيران قطعتها 100%، ما يجينا ولا قطرة مي من عندهم، هو صار عندهم انهيار بسد القارون، حطوا رمل وتراب حتى ما يوصل المي للعراق. المهم 50% من الواردات المائية اللي المفروض توصل للعراق هسه ما توصل، 50% يعني العراق إذا كان يوصل سنويا 100 مليار متر مكعب فرضا، ما أعرف الرقم 100%، هسه ده يوصل 50. من السبب برأيكم؟ أبو أسد من البصرة، حياك الله. الله يساعدك عيني سعد أبهد. ويساعدك يا غالي. شلون بيك وحب. ألا بيك يا غالي. المنبر الشريف الحر. الله يسلمك. سعد أبهد. نعم. الإغريق احتلوا طروادة بحصان خشبي. نعم. وإحنا الأمريكان والإيرانيين احتلوا العراق بحمير. اسمعني؟ اسمعك اخوي. اسمعك يا غالي. اي احتلوا العراق بحمير. انت شفت جبن الحمير شو يسوي لك بالبلد يعني؟ شو يسوي لك؟ الحمير احنا مع احتراماتي من اقول للمستمع والمشاهد من اقول حمير. الحمار
بي فائده بس دولة ما بين فائده. دولة كل فائده من دولة عرض 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 سرطان شتمتلهم شيء مو زين مو زين. احنا دولة ما يطلعون ملكيهم ما يطلعون. طلع اجى بالقوه ما يطلع الا بالقوه. وانا ما عندي غير هالكلام. نعم. اجى بالقوه ما يطلع بالقوه. ماكو احنا الاغلبيه احنا فلان شيء كلهم سنه وشيعه وكذا كلهم شيل شيل بالحويات مال الدبل. والله يعني ابو الغذائيه مشلون عنده صعب الاخبار وعليه تهمة فساد ينحكم ست شهور ما ادري سنه مع ايقاف التنفيذ وطفل احمد كلينس ينحكم ست سنين يا قانون يا محاكم هذه يا قضاء. وأنا أشكرك. شكرا شكرا لك ابو اسد. ابو اسد قال كلمه جميله يقول على السياسيين يقول ذولا كلهم لازم نتخلص من عندهم كل طوائفهم. احنا خلونا نبتعد عن المحاصصه الطائفيه اللي هم وجدوا عليها هذا النظام حتى يجذرون نفسهم بالمكان حتى يقدرون يسيطرون على البلد اكثر واكثر واكثر ويفرقون الشعب بهاي الطائفيه اللي احنا ما نحبها واللي هي المفروض ما المفروض تصير. العراق بفسيفساء جميله كنا دائما احنا نتفاخر قدام العالم انه بالعراق اكو فسيفساء ما موجوده بكل بلدان العالم، انه بي طوائف متعدده وبي اديان كثيره. شنو المانع ان يجينا وزير من اي طائفه بس يفهم؟ وزير الماليه فرضا في زمن الملكيه اسمه ساسون حسقيل مسيحي يهودي، لكن يعتبر مؤسس النظام المالي في العراق ولحد الآن يعتبر هو أفضل من أسس لهذا النظام لأن كان يحب البلد، ما كانوا يباعون على الديانة أو الطائفة. أو شنو المانع أن يجيني وزير دفاع من أي طائفة كانت من أي ديانة كانت بس يفهم يحب البلد وتكون وزارة الدفاع تحت قيادته أنه تكون وزارة لما اي دولة تريد تتدخل في شؤون العراق يوقف بوجهها مثل الاسد والشعب بظهره. شنو المانع ان يجيني وزير تجارة من اي طائفة كانت؟ اي مواطن، اي مواطن حر ونزيه وشريف يلزم اي وزارة بالبلد بس يلزمها لما يكون هو عند الامكانية وعند القدرة ان يلزم هاي الوزارة أو أن يلزم منصب رئيس الوزراء أو يصير رئيس جمهورية أو يصير رئيس برلمان أو يصير رئيس مجلس القضاء الأعلى أو بالعمليات أو بالشرطة أو بأي مكان بس أجيب الرجل المناسب بالمكان المناسب بحيث أبو التجارة يهتم بالتجارة العراقية ويهتم بالصادرات وبالواردات ويهتم بالمصانع العراقية ويهتم بالعمل لأنه المصانع العراقية راح أشجع الناس تشتغل، العمال راح ترجع، البطالة راح تقل، الرواتب راح تمشي، الصناعة راح تصدر، راح تجيب لنا مردود مادي، راح تساعد هواية أمور. شنو المانع أنه أجيب وزير زراعة يفتهم بالزراعة وقلبه وروحه وجسمه وراسه وكله هو فدا للوطن وهم أنه ينهض بالواقع الزراعة العراقي بدل ما أنا مهدد انه 54% من مساحة البلاد مو زراعية، مساحة العراق كله، شيلوا الصحراء وشيلوا الجبال حسبوا ايش قد يبقى من 54% من المناطق الزراعية. بدل ما تطلع من عندي وتقول انه اني بال 2035 راح يصير تعداد السكان 50 مليون نسمة حسب الواقع الحالي وانه العجز المائي راح يكون 10 مليار متر مكعب، ليش راح اشربهم؟ بدل ما تفكر انه تقول 70% من مساحة العراق الزراعية لا تزرع في الصيف بسبب شح المياه، انت فكر شلون توفر المي بالصيف بحيث انه المحاصيل الصيفية تزرع والزراعة تظل ماشية ويصير اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية، واذا صارت عندك اكتفاء ذاتي وزودت المحصول تصدر. هذا هم مردود إليك وللفلاح. أم علي من بغداد حياك الله يا أم علي.
الله يبارك فيك ويحفظك يا ابا. هلا بيك امه. يعني انا بالنسبه لي ما عندي مسجون. نعم. بس اللي دا نشوف المساجين يعني اللي مثلا تيجي العيد ينطون عفو. تيجي مناسبه ينطون عفو. نعم. يعني كل الدول وكل العالم كل تنطي عفو. اسمعنا يعني ليش يعني احنا الحكومه العراقيه ما تنطي عفو ما تنطي سماح للي يعني اللي عنده مثلا صار له 14 سنه يعني جواريني اني 14 سنه ونص صار له مسجون. شنو بنده وهو كل شيء والله لا ماكل ولا شارب. نعم. يعني كل الدنيا والعالم تنطي عفو تجي مناسبه دينيه مناسبه يعني ما كرم ما تصير. يعني شلون يعني بعد احنا ليه وين نريد لنا صالح؟ يعني صدق والله يعني ليه وين نريد لنا صالح؟ نعم. والله العظيم هالي اللي اعرفهم هاني ابوه مريض امه مريضه عندهم حال لهنا مطلوبين ما يقدرون يفكون الطلب زين وهو هذا عندهم هلا حتى ما يقدرون يجزون يقولون يجزون مطرف للمسجون حتى مطرف والله ما عندهم يجزون يعني مو هيك يعني هالحكومه يعني ما تدير بال الواحد للمواطن ما يقولون هذا شلون يعني هو هو من العراق ليش تساجنين هالقد؟ ترغم الله عليك. نعم. ما يصير والله ما يصير. يعني هم شويه احط الله بين عيوني. نعم نعم نعم. اي والله يا ريت يعني هذا الصوت اكون يعني اتصل. وصل ان شاء الله وسمعوك كل المشاهدين واتمنى المسؤولين ايضا يسمعوك ويوصل صوتك لهم. وبلكت يتحركون على هاي القضية لأنه فعلا قضية المعتقلين والمسجونين الموجودين بالسجون العراقية إضافة إلى التعذيب والإكراه اللي على ضوءه من كثر الكتل والتعذيب اللي دا يشوفه على أيدي السجانين دا يوقع على اعترافات هو ما مسويه إضافة أنه القضاء وياهم مو عادل إضافة إلى أنه أكو إهمال حكومي لهم أكو واقع صحي مزري داخل المعتقلات العراقية والسجون ويوميا اثنين ثلاثة ديموتون داخل السجون نتيجة الأوضاع الصحية واليوم بسجن الحوت هم أنا مواطن شاب عمره 35 سنة يعني المفروض استثمر لبناء البلد راح ليش لأنه تمرض داخل السجن وماكو رعاية صحية أرجع وأسأل سؤالي أنه الحكومة لما تنشر التقارير مالتها والاستبيانات مالتها وتقول أنه العراق بال 2035 راح يكون بعجز راح يكون عنده عجز مائي عجز مائي بمقدار 10 مليارات متر مكعب ليش ما تفكر بالحل بال 2035 إيش قد تكون كمية الحلول موجودة بينما تفكر بالعجز ومن هسه تحبط الشعب العراقي وتقول لهم أنتم بال 2035 اكو 10% من عندكم او 20% من عندكم ما راح يقدرون يلقون ماي علما انه الشعب العراقي اليوم بهالوقت الحالي كله ملاقي ماي. ابو احمد من صلاح الدين حياك الله. ابو احمد السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تفضل اخوي. وانا اقول هاي العادة شنو الرئيس؟ اسمعك اخوي اسمعك يا غالي. خلينه عادي. ما انا قلت لك خلينه يسوي المياه يكخ المياه للعالم ينقل النهر يوصل مي للبصرة. شو صار له 4 سنين كل شيء ما سوى لا حلو لا يضبط. بس مخلينه عادي هيك يعني دواء. من هو؟ كل شيء ما يسوي. برهم صالح الدكتور الرئيس. نعم. كشمة سوى شيء شو سوى شيء شو يوم طلع شو يوم حتى وشكرا. شكرا لك ابو احمد. صباح من بغداد حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افن. عليك السلام والرحمه والاكرام اخوي. يعني المفروض على هيش تقارير حكوميه ان سنه 2035 شحت مياه، المفروض بالحكومه ووزاره التخطيط اللي ما صار على وزاره التخطيط شخص ذو خبره او اختصاص من سلمان الجميلي الى القبله الى الموجود حاليا، المفروض وزاره التخطيط تجبر رئاسه الوزراء
وعلى رأسها رئيس الوزراء، مو هسه من 18 سنة تجبره لبناء خطة حقيقية لتفادي هاي الكارثة، الكارثة المائية اللي راح يمر بها العراق. المفروض بيهم يبنون سدود على نهر دجلة والفرات أحسن ما يروح عن شط العرب، ومن شط العرب يروح إلى الخليج العربي. المفروض بيهم يخزنون هاي المياه، وتركيا وحتى جارة السوق إيران بلغتهم بالاحتفاظ بالمنسوب المياه الجاي، لأن كل البلدان محتاجة إلى مياه بعد أكثر وأكثر، خصوصا بعد ارتفاع درجات الحرارة بأغلب البلدان العربية والخليجية. فيا وزير التخطيط، شنو أنت خططت إلى الموارد المائية وإلى مديرية السدود والجسور؟ شنو خططت لهم في سبيل يبنون بنية تحتية حقيقية، من تعمير السدود القديمة اللي بنوها بعها الصدام واللي عددها أكثر من 21 سد يمكن، وأنت تبني سدود وتعزز المياه الموجودة في أهوار العراق في جنوب العراق؟ ووزير الخارجية مع الأسف إلى موقفه أيضا ضعيف، ما استخدم علاقاته مع إيران، جارة السوق إيران، بملف غلق الأنهر والروافد اللي صب إلى نهر دجلة العفو. فديالة احنا نعرف الحالية المنسوب المياه من إيران صفر، ما شفنا لا هيئة الحشد الموقرة والمجاهدين هادي العامري والمالكي وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر، ما حكم على إيران وعلى قطعها للمياه اللي تجينا من عدم، ما حد حكى، الكل ساكتين وذابي عصامت، لأن هاي إيران ما يقدر يتوجهوا لها بأي اتهامات. والعراق احنا مقبل على أزمة مائية، يعني أزمة مميتة للحيوان، للثروة الحيوانية، للسمكية، للبشر، للأشجار. يعني شو تسوون بعد بالبلد يا حزب الدعوة؟ يا حزب الدعوة شو تسوون بعد بالبلد؟ لا مياه أكو تحتفظون بيها، لا مياه الأنهار بنيتولها مجاري للمياه الأمطار في سبيل نستفاد منها فترة الصيف، ما عندهم أي خطة استراتيجية لبناء بنية تحتية حقيقية للبلد. عايشين على كل إنجازات حزب البعث وعلى الإنجازات اللي قام بها صدام حسين الله يرحمه، وما عندهم أي إنجاز يذكر لهم. يعني إحنا لو جاية بعد 2003 حكومة وطنية حقيقية وبنت دولة حقيقية وبنت سوت بنية تحتية للعراق، ما كان ذكرنا النظام السابق بأي شيء، بأي خير ما نذكره. لكن اللي جمي ناس سيئين عايشين بالوزارات اللي بناها صدام، السدود اللي بناها صدام، الشوارع اللي بناها صدام، المستشفيات اللي بناها صدام، الجامعات اللي بناها صدام، كل شيء القصور كلها عايشين بيها، جاي يدمرون بيها ويسرقون بخيرات البلد. ما يعني وزير التخطيط هسه ما حد يقدر يحاسبه، وين المفتشية، وين النزاهة تقول له تعال يا وزير التخطيط انت جاي تسوي، تعال عزز هاي بحيرة الثرثار والرزازة والمجار وبحيرة الحبانية، عززها بالمياه في سبيل بالصيف نستفاد من أدها. تعال يا وزير الزراعة انت استفاد من 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 هاي الاراضي كلها، زراعها نخيل واشجار في سبيل تنزل درجات الحراره شويه وتعتبر مصدات. ما جايين يعني اهل لحكم، جايين لتدمير العراق وقتل العراق وتمزيق العراق، وهم جابهم بس الطائفيه انه يعني ما اكو فد شيء نذكره لهم من محاسنهم. ناس عملاء الى ايران واقفين بالازمه الاقتصاديه اللي تمر بها ايران، وخيرات البلد واموال البلد ونفط البلد كله يروح لايران في سبيل إيران ترضى عليهم ويبقون على كراسي الحكم الحثالة الموجودين بالحشد الشعبي، وكلهم حثالات، لأن لو عندهم غيرة وشرف كان حكم على النهار اللي قطعتها إيران وقال لهم جاي يسوون أنتو هاي يعني نسب تجينا من عندكم دوليا يعني معترف فيها وما يصير تتلاعبون بيها. لكن ما عندنا احنا، ما عندنا، كلهم عملاء بدون استثناء، السياسيين السنة والسياسيين الشيعة ناس خونة وعملاء، ما نترجى أي خير من عندهم. نعم. شكرا لك صباح. ابو محمد من صلاح الدين حياك الله. ابو محمد انقطع الاتصال يا ابو محمد، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه. ذكر اخونا صباح يقول ايش خططوا وايش قدموا وزاره التخطيط او رئاسه الوزراء. يعني المفروض هسه كل دول العالم، اذا اكو انظمه بدول العالم مثل النظام العراقي اللي هو البرلماني، مثلا عندكم ألمانيا ما عندهم رئيس وزراء، عندهم منصب المستشار أو المستشارة، منصب المستشارية وإعادة رئاسة الوزراء، وعندهم رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية الألماني مشابه إلى رئيس الجمهورية العراقي، ما إلى دور في 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 كثير من الأمور.
ابو احمد من الناصريه حياك الله. الو الو، يمكن اشارك بالبرنامج؟ تعال هوا اخويا. بالنسبه اخويا لهاي الحكومه العراقيه حكومه فاشله. نعم. الو وياك. حكومه فاشله اول مره لا تدير بالها على الشعب. نعم. ها؟ نعم. بس انت لا تضبون الظلم كله على جسمي. يعني هاي رئيس وزراء سني سويته وهيش ما سويته وهيش جايز وزراء شيعي. الو وياك اخويا وياك. يعني رئيس وزراء هيج يصير سني يسوون فينا هيج؟ نعم. صدام من كان يذبح فينا هم ما يذبح شيته، وين شيته نايمين؟ الو اسمعك. ها؟ اسمعك. يعني صدام كان يذبح بالشيعه جملة بالتسعين سوى المقابر الجماعية ولا واحد قال صدام ذبح الشيعة. أبو أحمد. ألو. أبو أحمد، أبو أحمد إذا تسمعني. المفروض المفروض إنه هم ذولا جوي قالوا ودا نخلص الشعب العراقي من الدكتاتورية ودا نخلصه من ذاك النظام، وذاك النظام راح. أنا ما دا أحكي بي. أنا دا أحكي بذولا. ذولا اللي جوي بال 2003 وجابوا الديمقراطية وقالوا راح نعطيكم كهرباء 24 ساعة على 24. خدمات راح تكون كاملة. صدام سلم البلد التراب. أخوي العزيز أنا ما أريد أحكي عن النظام السابق ولا نحكي عن النظام السابق لأنه راح هسه مو راح، شغلة راحت وماتت. ليش يا مدام ودولة ما شفنا منهم خير أمي؟ يعني هسه المطلوب شنو؟ المطلوب بوي إحنا لا شفنا من صدام خير ولا شفنا من دولة خير، إحنا مغضوب علينا. تمام تمام. إيه نعم شكرا. نريد البديل، شوفوا لنا البديل ياهو. شكرا 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 لك ابو احمد. البديل ما تنتظره مني او 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 من احد، البديل بيد الشعب العراقي اخوي العزيز. الشعب العراقي هو اللي انتخبهم. اكو اكثر من انتخابات صارت بيها تزوير، مو ما بيها بالتزوير، بس اكو ناس راحت. ابو احمد بن الكاظميه، عفوا كاظم من كربلاء، حياك الله يا كاظم. انقطع الاتصال يا كاظم. رجاء اخواني احنا من دا نحكي عليهم دولة، احنا دا نحكي لان هم جوي ووعدوا. هم جوي وقالوا احنا جايبين الديمقراطية. هم جوي وقالوا احنا جايين نطي حصص الشعب العراقي من النفط. هم جوي وقالوا احنا نريد نرجع العراق ونعيش العراق اغنى شعب. هم جوي وقالوا احنا راح نخلي الشعب العراقي عايش برفاهية وغنى. لما بدنا نحكي عليهم بدنا نحكي وياهم على وعودهم. يعني الاخ صباح ذكر الخطط المستقبليه، ذكرت لكم المانيا، لكن ما اتوقع انه اكو رئيس دوله بالعالم كله لما يطلع ويجي رئيس ورا يلغي كل سياسات الرئيس القبله ويقول ذاك خيولي انا صرت رئيس بمكانه. المفروض اكو خطه تمشي عليها الدوله. هاي الخطه لما واحد يروح ويجي واحد ثاني يجي يكملها، ممكن سياسته بالعمل تختلف، ممكن نظرياته بالتطبيق تختلف، لكن اللي دا يصير اليوم بالعراق كل وزير تربية يجي يلغي المناهج يطبع مناهج جديدة على مزاجه. اليوم الشعب من دا يحكي لأنه الشعب تعب. الشعب العراقي يعني العالم كلها قامت تتونس وتفرح بالكهرباء أنه كلها صارت دفن، بس بالعراق شبكة مع العنكبوت من وراء المولدات والوايرات الموجودة بالشارع. العالم كهرباء عايشة ومرتاحة، بس بالعراق ما عندها كهرباء. بلدان ما بها ولا نهر بس ما عندها مشكلة بالمي، بالعراق اكو نهرين وعندنا مشكلة بالمي. بلدان صحراوية وما تصلح للزراعة، حكوماتها اشتغلت انه تستصلح هاي الصحراء حتى تزرع بالصحراء، واحنا عندنا اراضي زراعية وما نزرع. بلدان ما بها امكانيات العراق من معادن وخيرات، بها مصانع ومعامل تشتغل، بس احنا عندنا خيرات قيامة الله والمعامل والمصانع العراقية واقفة. فهذا لما يطلع المواطن العراقي ويحكي عليهم، لأنه هذا اللي دا يصير. والدليل السياسيين اللي طلعوا، واحد من عندهم وزير الصناعة الأسبق لما قال أي وزير يجي بهالمنصب هذا ممنوع يفتح ملف المصانع العراقية المغلقة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الحلقة بموعد جديد من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.